شحال كان اول مبلغ تقاديته من اليوتيوب؟ دخلت لي فيها في الديزميل انا. واش من الاخر هذا خويا ربي يهديك. الوغ انا ايناس بيوتي، ما نحبش نقول مؤثره، مي ندير دي فيديو في اليوتيوب وندير دي ستوري وجو سوي انستغرام. بديت نشر المحتوى تاعي كي كنت نقرا في فرنسا، بس كنت نحس روحي بزاف وحيده وكنت بعيده بزاف على الجزائر وكنت مغتربه، دوكو كنت ندير لي فيديو باش نقترب من الجزائر وباش ما نحسش روحي وحدي. الوغ انا المحتوى تاعي يخص المراه الجزائريه، كل ما يدور بالمراه الجزائريه نعلمها تلبس، نعلمها تماكيي، ونعلمها سورتو انها تكون المام وما تديرش في بالها باللي لا بوتي سي حاجه اكستيريور، لا بوتي سي حاجه الداخل فينا احنا، كي اونغيف على لو تروفي اوني اورو. لا ما قريتش دو باز، انايا بيولوجيه قريت نوتريسيون، مي كان ما عندي حتى علاقه مع النوتريسيون. الوغ في البدايه انا بديت وحدي كيما قلت لك، كنت مغتربه دونك ما كنتش عندي علاقات مع اليوتيوبرز في الجزائر، مي كي بديت وبدا المحتوى تاعي يعجب الناس وبداو الناس يعرفوه، كانت ريما بيوتي اديك بارطاجات نشفى بوست في الفيسبوك، ومنال هما لي دو بروميير اللي بارطاجاو الكونتوني تاعي في الفيسبوك نشفى ذاك الوقت. هي ما كاش وحده حاولت تحطمني، مي كل واحد، باسكو كل وحده عندها الميديو تاعها، وجو تروف كو اللي تحوس شغل تكومباري روحها مع الناس هي اللي تحطم نفسها، ما كاش واحد يقدر يحطمك كيما نفسك. وي كان سهله، واش كاين حاجه واعره من انك تحط محتوى في لي ريزو سوسيو؟ ما كاش حاجه واعره جماعه. الوغ ديجا باسكو نحب الراي، وسيرتو باسكو الراي ستيل جزائري اللي ماشي بزاف ياسيميو انهم يسمعوه، وانا حبيت نكسر طابوات، حبيت نكسر لي طابو ونقول باللي ميم لو كان انت يوتيوبرز تقدري تسمعي راي وتقدري شغل توري بلي تسمعي راي، دوكو حبيت نكاسي هاد الطابو على الراي ونبين باللي كاع نحبوا راي، جوست كاين اللي يبين وكاين اللي ما يحبش يبين اللي يحبوا. بيولوجيست واقيلا، والله ما عرفت، واقيلا نخدم ندير شوفير بريفي. اوكين ايدي زعما حنقول لك نتصنع، زعما هكا كاميرا اونفاس مني ونقول لك نتصنع. هي شوف لا فيريتي، ماشي نتصنع، انا سييت نتصنع باش نقول لك الصح صح، سييت نتصنع باسكو حسيت بلي في المواقع باش تقدر تنجح هو انك تتصنع وتبين بلي عندك لا فيديو غاف، بصح شفت بلي ما خرجتش عليا، جيتي با اوغوز وما كنتش بيان، دوكو قلت انا نعلبوها، انا ناتشورال اللي يحبني يحبني اللي ما يحبنيش طونفي. وي دارت لي بزاف مشاكل العفويه تاعي. جرأة تاعي دارت لي مشاكل مع المؤثرات، دارت لي مشاكل مع لي مارك، دارت لي مشاكل بزاف في هاد الدومين، على بالي بلي لو كان ما كانش عندي هاد الجرأة كنت درت بزاف فايس حد اخرين، منعتني هاد الجرأة من بزاف دي بروجي، مي طومبي، جو بريفار موغيغ موا ميم كو دو فيفغ كوم اون اوتر. شحال كان أول مبلغ تقاديته من اليوتيوب؟ ألوغ الأول ماشي من يوتيوب، من انستغرام، تقاديت مبلغ 5 ملايين، سيتي بوغ أن بوكسينغ تاع واحد لابوكس تاع مارك لي ماعرفش نسيتيها. Mais je pense que c'était le premier contrat avec 5 000 €. دخلت لي فيها في 10 000 انا، واش من الاخر هذا خويا ربي يهديك. المبلغ الاخير اللي تقاديته عندي بزاف ما تقاديتش، الكورونا ما خلاتنيش نخدم وخليني مانيش نتقادى دوكا خلاص. اول حاجه نديرها كي يخلص الحجر نخرج نتعشى برا، نروح نفواياجي، ندير كاش عفسه بون نفواياجي بالك من لي ديرني تخيك اللي نديرها، مي جو بونس كو لا بخومييغ شوز نديرها كي خلاص الحجر نخرج، عاد ساعات علي نسوق هكا، المهم نخرج برا في الليل. الوغ النصيحة اللي نمدها للمتابعين تاعي هي لا توليرونس، لازم تتعلموا تقبلوا واحد كيما كان، ما تحبوش المحتوى تاعو ولا ما تحبوش لا بيرسوناليتي تاعو، يليق غير فو ديزابوني باسكو الشتم والسبان غراتويتمون ما يصلحش. والمؤثرين اللي يحبوا يولوا مؤثرين نكونسيهم انهم يكونوا امام يديروا واش يحبوا، وما يكونش عندهم اوبجيكتيف انهم يربحوا دراهم ولا، لازم فريمون يديروا هذيك الحاجه بالحب، وتلحقوا تلحقوا تربحوا دراهم، هذه ما تكسروش راسكم. الله يسلمك، ميرسي.